في هالكار في اثنين كبار، أني بابلوس كبار. يا حرام خرف الغطيان. خبرنا عن حال. اسمي محسن، عمري 23 سنة، بشتغل مع أمي بالقهوة، بعتوا لي بالراس التلة بلا هيبة. مبسوط؟ إذا ما عملنا شيء خيي رح يجوزنا لرشيد غصب عني. بدك أني أخطب لك إياها؟ لا هيدا هو الفعل. شو فعل؟ أنا شحطوا. خايفانة؟ مش أنا وحدك. محسن هرب من بيت الحبس. أوصونا هاو سلاحكم معكم، أوصونا قتلونا. بلا هيبة، تنين 9:30 مساء على LBCI.